السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. طبعا دائما نقول ونشجع على الزراعة داخل المنزل. إذا تذكرون هاي شتلات الفلفل، طبعا أنا يعني زرعتها من العام لوقت يعني قريب، يعني بعد ما انتهي الشتاء قلمتها، مع أنها كانت مثمرة حتى في الشتاء ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التسميد والتقليم والعناية، وسوى هذا الـ NPK ما شاء الله، رجعت ثمرت من جديد، وما زالت هاي أكو بيها زهور، وهاي أيضا زهور الفلفل الحار، وطبعا هاي زهور البتونية الجميلة رائعة الجمال. ماكو مشكلة، ماكو مانع انه نزرع الورود مع الخضروات مع اي شيء، في اي شيء عندكم. طبعا هذا برميل زين عيني، وهسه اني جاي اريد اقطع فلفل حار استخدمه المأكولات للاكل على الفطور. طبعا نقص بالمقص، يجي حتى من اذي باقي الثمار او ناذي الزهور الطالعه اللي تطلع. شوفوا هاي صغيره تطلع بعدها تكبر، هاي نقصها بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثمرة واحدة احنا تكفينا، ثمرة جميلة، ثمرة الفلفل الحار. طبعا ماكو أطيب من أكل اللي انت تزرع بإيدك. ثمرة ما أدري وين راحت. راح أقص واحدة ثانية، أنا ما انتبهت عليها، وهم نبتعد عن الأوراق والزيقان والفلفل والورود الجديدة. من نقص نقص بحذر هالمرة، خلينا نشوف وين راح توقع حتى نمسكها. إيه جيب وقت ثمرة واحدة تكفي، أنت تعرفون الفلفل الحار شوية الناس تحسس منه. أو شكرا جزيلا، وأزرع تفرح وربي يسعدكم. وهذا الفلفل الحار ماكو أحلى شيء من أنت تزرع بإيدك، ربي يسعدكم.